تعال تعال ادخل تعال محمود مجهز تحدي يا وين وش تعال يقول لك يقول لك اي حلم تتمناه بيتحقق اي حاجه تتمنوها بحقق شبيك لبيك خدامك بين ايديك انا فانوس صلاح الدين افتح الفانوس انا موجود شبيك لبيك خدامك بين ايديك تتمنى بايه عم بدبر يعني اي شيء يتمنوه بيتحقق اي شيء يتمنوه بيتحقق سيارة بيت تتجوز تتجوز التالتة تتجوز الرابعة انا عندنا جوزها لك كل حاجة تتمناها علي ما تضحكش هتضحك وخايف اطلع برا فهد خايف اطلع برا فباشر خايف اطلع برا هنا بنتكلم انا هنا مش لوحدي انت عندك عربية اول شيء بس اسكت ما تتكلمش عندك بيت ساكن لك شقة انت بتقول ايه هذا عم دبل ما تتكلمش خالص الناس تزعل منك بعد اذنك ما تتكلمش خالص ناس تزعل منك خلاص 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 مش هيتكلم عم دبل لو سمحت ما تتكلمش عشان خاطر الناس هتزعل منك انا مش لوحدي في الاوضه هذه كده انا مزعل وين تعطانا بيت وعربيه مين اسكت اسكت يا عم دبل هيزعلوا منك الجماعه يا عم دبل هيزعلوا منك يعني اي شيء يتمنوه يتحقق فهد وانا بتكلم انجليزي انا بتكلم عربي ومعايا ناس بتتكلم معايا انا ما بتكلمش بناء على نفسي كل اللي حواليا بيتكلموا حاضر 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 فهد اي شيء تتمناه يتحقق يا فهد شوف انت عايز تتمنى ايه وانا هنفذه لك ودليل على الاثبات امسك الورقه دي كده اختار ورقه من دي من غير ما توريها لي اي ورقه تختارها وانا اطلع لك الورقه اللي انت اخترتها يا فهد من غير ما اشوفها ومن غير ما اعرف ايه هي الورقه اديني الورقه احترقني عم مدبل مبارك مبارك اسكت خلاص يا عم مبارك الله يرضى عليك الموسيقى تغيرت حاضر حاضر بقلب الموسيقى بقلب الموسيقى حاضر حاضر تستعجلوش ما تستعجلوش تستعجلوش انا هعمل لهم اللي هم عايزينه هو اختار الورقه والورقه في ايده شوف 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 انا عارف الورقه اللي انت مختارها وهطلعها لك من مليون الف ورقه هي ولا مش هي يا فهد هي ولا مش هي هي ولا مش هي 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 متاكدين اي حاجه تتمنوها انا بحققها لك ابو راشد خايف اطلع بره قلت لك يا جماعه شاكين فيك انت خايف لو خايف اطلع بره مش خايف خليني احقق لك كل اللي تتمناه بتتمنى سياره اجيب لك سياره بتتمنى عربيه اجيب لك عربيه بتمنى هي السياره هي العربيه يا جماعه ايوه حصل بتتمنى بيت اجيب لك بيت عايز عروسه اجيب لك عروسه كل اللي تتمناه موجود عندنا الف سلام عليك هوبا يعني انت يعني كيف بتحقق لهم فاهم
كل اللي هم يطلبوه يعني كل اللي يحلموا به أنا بحققه لهم. بس الطلب عند الجماعة هم يطلبوا عايزين إيه؟ فلوس؟ فلوس كتيرة ولا قليلة؟ فلوس قليلة مفيش مشكلة. هم معاهم فلوس محتاجين فلوس يا أبو راشد عشان يحققوا لك أحلامك. تدفع فلوس هم محتاجين؟ هم محتاجين مش أنا. يعني أنت ما تاخذ ما تحب هنا فلوس. لو سمحت قوم يا فهد من هنا. قوم يا فهد قاعدين جنبك. قوم وين؟ قوم من يحسي؟ قوم يا عم مدبل. قوم يا عم مدبل او اسمه عم مدبل عشان ما يحرقش. هيحققوا كل احلامك. ابو راشد قوم ما تقعدش كده. يا سلام. اقف نوع عم مدبل. اقف نوع. بس بس ما تدوسش ما تدوسش عليهم ما تدوسش عليهم بس 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 زي ما انت زي ما انت. قول لي اللي انت بتتمناه يا عم مدبل وانا هحققه لك. لا لا ما بشيء انا مسامح. يا عم مدبل قول لي اللي بتتمناه. ما بشيء طول. يا عم مدبل. بلاش ولا بفلوس؟ بلاش؟ انتوا ما بتسمعوش؟ قالوا لكم بفلوس. قالوا لكم عايزين فلوس. انا اروح ادور فلوس. عايزين عايزين مال. هم بيدوروا على المال. زي كم؟ طلعوا اللي في جيوبكم. طلعوا كل اللي في جيوبكم. مفتاح. مفتاح؟ يمشي معكم مفتاح؟ معيبون. مفتاح يا عم الدب. مفتاح لغرفة هذه. محتاجين تكتبوها باسمكم عشان هقول لك حلمك. محتاج المفتاح الغرفه دي تسجلها باسمك. لا لا خل ما تسجل باسمكم. نعم. انتوا جايين تضحكوا ولا جايين تحققوا احلامكم؟ حق يا حق. ها وش تلعب وش تسوي يا ابو راشد؟ يا ابو وين هذا يحقك شيء؟ يا ابو راشد انا روح له عنده سياره ولا عنده مكان يرقد فيه غيرها. يا عم مدبل اسكت. بس بس يا عم مدبل بس بس اسكت يا عم مدبل ما تتكلمش. ضم فلوسك انت ايه؟ يا عم مدبل اسكت. حققك حلمك هيك؟ يمشوا معاك عماني؟ اي فلوس؟ هذا حق يا ابو راشد. هذا حقهم. هذا حقهم هم خدوه مش بقى مش موجود معايا. شوف شالوه شالوا الفلوس خلاص. شو حلمك ابو راشد؟ حلمي يلعب بالورق الاول عشان نشوف يتاكد الحلم ويتحقق ولا لا. نلعب بالورق الاول. اختار لك ورق ابو راشد. كيف ابرد بيدهيبه ابرد بياكلوه من الوكل هذا يا ولد. ما تشوف انا مين؟ مين؟ مين يتكلم؟ عم بابك بيتكلم؟ يا عم مدبل بالله عليك ما تتكلم. ما بخيط حلقي يعني بلاد اتخاب. يا عم مدبل هتتكلم اطلع بابا. يلا يلا اخترت الورقة. حد يلعب في الكوتشينة عشان اطلع الورقة. مين اللي يلعب في الكوتشينة؟ انا ما شفتهاش. وش بزارة تحت؟ اوو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 
قدامك بيدي والله. حلمك هيتحقق بعد يومين بالظبط عشان ورقتك اللي انت اخترتها تاني ورقه في الكوتشين. دي ورقتك اللي انت اخترتها بوش مش هي هي ولا مش هي؟ صدقتني؟ زدني فلوس زدني فلوس هي دي بتاعت لا زدني فلوس. عندك فيزا؟ فيزا؟ حد قال لك ان هم عندهم بنك مركزي هنا عشان ابو راشد بتسلى عليهم؟ ابو راشد فلوسك هتوقع عليك لو اتبعت عليهم تاني. ابو راشد اللي عندي اعطيتك كله. ابو راشد اللي عندي اعطيتك. سالين منك بيترقعهم بيغلوا من جواهم بيغلوا من جواهم. ابو راشد معاك فلوس؟ طلع ابو راشد طلع ايه يا ابو راشد بين ايديك. عايزين فلوس تزيد فلوس يا ابو راشد زيد فلوس يا ابو راشد. شبيك لبيك يا ابو راشد بين ايديك. بنحقق لك كل اللي بتتمناه يا ابو راشد. كل اللي بتتمناه هنحققه لك. عايز عروسه هنجيب لك العروسه. العروسه موجوده موجوده. عمرها 62 سنه وزنها ملك الجمال يا ابو راشد ما تستغربش ملك الجمال. وزنها 55 من هيحها يا عم مدبل ما تضحكش.
الراشد عندها خيب وايد، عندها بيت وعندها سيارة في الجراج وسيارة وكالة. نزل العرس قريب. العرس ما تتخيل يا ابو راشد. متى؟ بعد 5 سنوات. شو بيك لو بيك يا ابو راشد. هي 5 سنوات بعد. اقرب وقت ممكن بتعرس ابو راشد بعد 5 سنوات بتتعرس. شو بيك لو بيك يا ابو راشد. عمرها 62. عمرها 61 سنة و9 شهور. لسه ما كملتش ال 62. شو بيك لو بيك. جميلة 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 من ملكات الجمال. جمال جميلة الله يخرب بيتك ويخرب بيت سنينك.